أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أقوال الصحف من القدس دوت كوم. قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا احتل العناوين الرئيسية للصحف المحلية والدولية في عددها الصادرة اليوم الأحد. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الأولى: أوباما يقرر توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا ويطلب موافقة الكونغرس. بوتين يقول: من الهراء أن تكون الحكومة السورية قد استخدمت الأسلحة الكيماوية. ومسؤول إيراني يؤكد أن بلاده أبلغت واشنطن بأن المعارضة تملك أسلحة كيميائية. وفي عناوين أخرى: دبلوماسي فلسطيني يقول: المفاوضات صعبة جدا بفعل إصرار إسرائيلي على فرض رؤيتها التفاوضية وغياب المشاركة الأمريكية الفعلية. شهيد من مخيم جنين متأثرا بجراحه، مداهمة مناطق في بيت لحم وإصابة مزارع في قطاع غزة. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: أوباما يقرر ضرب سوريا بعد 9 من أيلول، دمشق الجيش يده على الزناد لمواجهة كل التحديات والسيناريوهات القادمة. وفي عنوان آخر: استشهاد فتى في مخيم جنين متأثرا بجروحه. ونقرأ أيضا: حماس تقتحم مقر الجالية المصرية في غزة وتعتقل المتواجدين فيه. حالة هستيرية تعصف بحماس في مواجهة حركة تمرد. الداخلية المصرية: مرشد الإخوان بديع بصحة جيدة. ونطالع من صحيفة الأيام: أوباما يجب القيام بعمل عسكري ضد سوريا، المفتشون يصدرون تقريرهم بعد اكتمال التحليل. أوباما تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي. هولند يؤكد تصميمه على معاقبة سوريا. ونقرأ أيضا: الصقور ينتقدون أوباما فيما العالم يترقب ضرب سوريا. أمن حماس يقتحم المركز الثقافي المصري في غزة ويعتقل مديره. والقاهرة تستنكر وتدين. وفي الصحيفة أيضا: تنظيم القاعدة يدعو المصريين إلى حمل السلاح ضد جيشهم. ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط السعودية أبرز العناوين: ضربة سوريا بانتظار تصويت الكونغرس، دمشق انتشار عسكري في المزة وإخلاء محيط المطار، ومدارس تتحول إلى مقرات أمنية. ونطالع في الصحيفة أيضا: بري يدعو لإعادة إحياء الحوار في لبنان ويطرح خارطة طريق من 6 بنود. القبض على 47 في سيناء بينهم فلسطينيون، وتنظيم القاعدة يحرض ضد الجيش المصري. أنسور: الأردن يستعد لجميع الاحتمالات. أما صحيفة الحياة اللندنية فعنونت صفحتها الرئيسية: أوباما يطلب تفويضا من الكونغرس ويقول إن الأسد خطر على أمننا القومي وحلفائنا في المنطقة. وفي عنوان آخر: بوتين يحاول إقناع أوباما بإرجاء الضربة والبحث عن حل في قمة 20. ونطالع أيضا: العراق، ضرب سوريا يعني تعميم الفوضى في المنطقة. مصر: الحكم يضيق الخناق على الإخوان. ختام أقوال الصحف لهذا اليوم، أجمل تحية وأترككم مع أبرز ما نشرت الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.